حته السوشيال ميديا بشكل كبير وانتقاد بعض اللاعبين، وان في لعيبه الجمهور طبعا بيبقى حاطط او بيحمله نتيجه المباراه او بيحمل مدير فني ممكن نتيجه المباراه وهكذا. لا، الامور دي بتبقى هي الكره لعبه جماعيه، يعني هنلاقي ان الاخطاء ممكن تبقى جايه من خط معين كله بيشترك فيه، في لعيب مش موفق وده وارد، كلنا حصل لنا كده كلاعبين وده وارد. فبالتالي جمهورنا لازم يزعل ويبقى هو عايز افضل اللاعبين عنده، عايز اللعيب ده يبقى في افضل حالاته طول الموسم، ولكن ده مش صح في كره القدم بيحصل. شفنا افضل اللاعبين في العالم، شفنا ميسي ما بيبقاش في حالته، محمد صلاح في المباراه اللي فاتت كان برضو مش في حالته عشان كده ما هدفش، امور كتير جدا. هل محمد صلاح كده وحش؟ لا طبعا، الامور بالنسبه له او المعايير بتختلف بقى في الوقت ده بالنسبه للاعبين. خلينا ناخد واحد برضو من نجوم النادي الاهلي ورايه في دور الجمهور ان شاء الله في مباراه الترجي بدايه ما بعد مباراه الاسيوطي، كابتن ياسر ريان، طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين. كابتن ياسر مساء الخير عليك. تحياتي ليك كابتن، ويعني يهمنا اعرف رايك برضو الفترة المقبلة ودور الجمهور ووقوفه جنب الفريق هيأثر ازاي بالشكل الايجابي ان شاء الله. لا انا شايف يعني بعد اذنك كده في حاجات بيبقى مبالغ فيها قوي قوي قوي. احنا النادي الاهلي مش هنفضل طول عمرنا ناخد بطولات، مش طول عمرنا هنكسب، مش طول عمرنا هنبقى احنا يعني في حاجات كتير قوي لازم الجمهور يتقبلها، ممكن نطلع من البطولة، ممكن ما نوفقش في مباراة. ممكن من يعني في حاجات كتير قوي لازم الجمهور تبقى احنا ايانا فرحنا جمهور النادي الاهلي. لازم يستوعب ان احنا ممكن لا قدر الله نطلع من بطوله، نطلع نخسر في مباراه، ما نوفقش في ماتش، في حاجات بتبقى لازم نتقبلها. لكن هو الجمهور هو رقم واحد، احنا طول عمرنا بنقول جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد. صحيح صحيح كده. احنا بنشكر الجمهور طبعا الفتره اللي فاتت، ولازم يبقى تدعيمه الفتره اللي جايه كمان تدعيم قوي. انت عارف بطوله افريقيا بقى لها فتره احنا مش متواجدين فيها طبعًا. بناخد يعني البطوله احنا متواجدين بقى بشكل كويس قوي، لكن انت النادي الاهلي جمهوره متعود ان احنا ناخد البطوله. احنا بنامل ان شاء الله الفتره اللي جايه الجمهور يساند في النادي الاهلي. خلاص خدنا بطوله الدوري، ما وفقناش في الكاس، وده طبيعي جدا عادي جدا في كره القدم. ماشيين بشكل كويس جدا جدا جدا، سواء جهاز فني او اداره او لعيبه او الامور مستقره يا كابتن ياسر. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. فكل ده لازم نستوعب، احنا لازم عندنا ثقافه اعلى شويه. اللي احنا لازم نتقبل للاسف جمهور النادي لن يقبل النادي الاهلي يخسر. ولن يقبل النادي الاهلي يحمل البطوله. بس هو حقه يا كابتن ياسر ان هو يغضب، ولكن كره القدم ليها ثقافه طبعا، ولازم نفهم ان النهارده انت مش يومك هتخسر، في يومك هتكسب. مش يعني انت كبني ادم، حتى انت كبني ادم على مدار حياتك ممكن تعيا يوم اتنين تلاته، لكن ما تفضلش عيان طول حياتك. يعني هي دي النقطه. بالظبط. حقيقي. احنا بنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه عندنا ماتش الترجي، ماتش صعب جدا وماتش قوي جدا. وانت عارف النادي الاهلي في افريقيا يعني بيتعمل له مليون حساب مش 1000 حساب، فلازم الجمهور عندنا لازم يساند كويس جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه. وانت عارف دي دوري مجموعات، يعني احنا لا قدر الله اتعقلنا او ما وصلناش في المباراه مش نهايه المطاف. لازم جمهور النادي الاهلي يعرف كده، واحنا كمان لعيبه النادي الاهلي بتبان في المواقف الصعبه كمان. يعني ان شاء الله باذن الله متوقع لعيبه النادي الاهلي هيظهروا بشكل كويس. الموضوع في النادي الاهلي بقى مش سهل. هم عارفين كده وحاسينه كويس قوي لما بيتعادل لا قدر الله او بنخسر او انت خدتني على دور اللاعبين بقى يا كابتن الفتره الجايه. احنا قلنا طبعا جمهور لازم المسانده بشكل كبير الفتره الجايه، اللاعبين بقى انت بتنصحهم بايه؟ خصوصا ان بتبقى يعني برضو خروج من بطوله ومباراه مثلا زي لقاء القمه بتبقى بتاثر نفسيا، الدور القادم بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين يا كابتن؟ طبعا اكيد هم مستوعبين الدرس كويس قوي، وعارفين لما احنا بنخسر مباراه زي ما قلت لك او بنطلع من بطوله بيبقى الامور صعبه قوي على 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 الفرق، على جمهور النادي الاهلي. فبنتمنى ان شاء الله باذن الفتره اللي جايه اني خلاص نقلب الصفحه، وانت تعودت يا كابتن فاروق احنا في النادي الاهلي لا قدر الله بيحصل لنا الدروب ده بنقلب الصفحه على طول، وانت عارف اعلاميا وجماهيريا وكل الناس بتبقى مركزه قوي 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 مع النادي الاهلي قوي، فده قدرهم كده. قدرك كده لازم تستحمل قوي، ولازم تعرف ان النادي الاهلي نادي كبير قوي 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 بجمهوره وبادارته وبلاعيبته، فلازم نعرف اللي انت اللي لعبت النادي الاهلي لازم تعرف المباراه اللي جايه المباراة صعبة جدا، وهم اكيد حاطينها في حساباتهم. بتلعب فرقة محترمة زي الترجي، فلازم عاملين لهم مليون حساب زي ما هم عاملين لنا برضه نفس الحساب بتاعنا. فاحنا بنتمنى ان شاء الله ان لعيبة النادي الاهلي تعدي الكبوة اللي فاتت دي وتقلب صفحتها. طبعا في لعيبة كبيرة موجودة
لازم تلم الموضوع ده قوي قوي قوي. مهم جدا الكلام اللي بتقوله ده كابتن ياسر. اللعيبه الكبيره ليها دور بقى مهم في دلوقتي الحالي، سواء وليد سليمان بقى وحسام غالي متواجد طبعا، لسه مازال متواجد طبعا، احمد فتحي، شوف اكرامي، لا في كتير مش عايز ننسى حد، لكن هم اللعيبه اغلبيه الموجودين لعيبه كبيره وعندهم ولعبوا بطولات كتير قوي، عارفين المواقف اللي بتحصل دي مواقف ما بتبقاش سهله يعني. نتمنى ان شاء الله يفوقوا اللعيبه اللي تبقى فتره بسيطه ان شاء الله، ويفوقوا اللعيبه كده كابتن، والدنيا تبقى ماشيه ان شاء الله بشكل جيد. مباراه مهمه امام الترجي. بشكرك كابتن ياسر طبعا، واحد من اللاعبين المميزين على مدار تاريخ النادي الاهلي كابتن ياسر ريان، ويعني خبرات كبيره، حته ان انت كجمهور هو اتكلم عليها كابتن ياسر ان وارد